تريزيجيه. تريزيجيه كان في كلام كتير لغايه قبل الحلقه مباشره، ويمكن الخبر اللي معايا كان بيقول انه تريزيجيه يمكن بشكل كبير يكون بعيد عن مباراه فريقه اللي جايه، فريق ترابزون سبور امام الانيا سبور في الدوري التركي. لكن قبل اللي عرفته يمكن قبل دقائق او قبل لحظات من على الهواء، انه مدرب ترابزون سبور اعلن انه تريزيجيه هيكون جاهز للمشاركه، وانه شفى من الاصابه اللي تعرض ليها مع مشاركته في مباراه منتخب مصر الوديه الاخيره امام الجزائر. نتمنى التوفيق لتريزيجيه، اعتقد عودته واحده من اهم مكاسب منتخب مصر في المباراه الاخيره، واعتقد هيكون اضافه قويه جدا لخط هجوم منتخب مصر مع زمايله.